وربما نتكلم عن خالد كنو. اوه لا كنو. و انا ما احب المشاكل بس تعجبني هالاحداث اللي برا برا الدوري. سالم احنا في امان الله رايحين بيوتنا، امس مخلصين حلقه حلوه ومستمتعين، والاخبار تتكلم كنو رايح للنصر وباقي شوي الاعلام، بعدين طلع خبر من الهلال كنو هلالي اول وتالي، بعدها بساعتين النصر يصدر بيان انه كنو وقع معانا، وطلع كنو بحسب الاخبار الهلاليه والنصراويه كل واحد يقول كنو موقع تاعي موقع معي. اللي صار امس فيلم، وفيلم سخيف، وهذا النوع من الافلام بهذا المستوى ما يقدر عليه في الدوري السعودي الا الهلال والنصر. في واحد من هالناديين، اتكلم بكل صراحه بكل شفافيه وبكل كذا بشكل مباشر، في واحد من الناديين مستهتر بالقوانين والانظمه، هو الهلال هو النصر. انا اعرف من تجربه سنوات طويله، لو احد غير الهلال والنصر في هالسالفه كان اتحاد القدم طلع بيان ورد وصرح وسنستدعي مدري مين، بس هلال ونصر يا الله السلامه. اتمنى من اتحاد القدم هذه فرصه سانحه يعبر فيها عن قوته صح وعن صيانته للقوانين والانظمه واللوائح، انه يعطينا انطباع انه النصر والهلال ما في على راسهم ريشه. في روايه هلاليه يقابلها روايه نصراويه، احنا ما ندري مين فيهم الصادق، لكن على اتحاد القدم انه يضمن انظمه وحقوق وقوانين هذا الدوري المصروف عليه مليارات، اللي فيه الحوكمه واللي فيه مبدا الشفافيه واللي فيه الكفاءه الماليه وقائمه طويله عريضه نقعد نسولف فيها احنا طول السنه ونتغنى فيها، وعندنا احلى شيء واحلى كفاءه واحلى شفافيه، وشيل فلان وحط فلان وهذاك. هذه فرصه عندكم الان، ورونا انكم اقوياء. اذا الهلال غلطان غلظ العقوبة، لا تروح لأقل شيء، غلظ العقوبة. إذا النصر غلطان غلظ العقوبة، خل الاثنين دول اللي غلطان فيهم يكون عبرة لمن لم يعتبر. وإن كان كنو موقع لناديين بنفسه طبق عليها اللوائح. أتمنى ما حد يجي يقول مصلحة المنتخب وتصفيات كأس العالم للمنتخب، المنتخب مش واقف على كنو، لاعب عظيم ومهم ومؤثر في المنتخب، بس ما يعني ما حنوقف احنا على كنو اذا كان هو مخالف الانظمه. اذا كان انا قاعد افترض افتراضات. واتمنى انه ما يجي احد يقول لك الموضوع صار بتسويه، يعني مثلا بعد شويه قال لي تغريده من مسلي ال معمر، نحن والهلال اشقاء ومدري مين، وفهد بن نافل يقول ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا. لا اوكي، يجمعنا اكثر ما يفرقنا بس برا هالقضيه. يعني ما نبغى الموضوع ينتهي بتسويه. اللي غلطان يشيل الليلة. إذا تبغون لهذا الدوري احترام وتقدير، الوطن العربي يتابع دورينا، القضية في كل الوطن العربي الآن يشوفونها هلال ونصر وكنو، موضوع ناديين معلنين أنهم موقعين. في روايات تتكلم أنه الهلال يقول أنه العقد ممدد مع اللاعب قبل التوقيع لنادي النصر، وان عندهم اثباتات ان النصر فاوض اللاعب في الوقت المحرم قانونيا. في اخبار عند النصر تقول احنا وقعنا معاه وعليه اقرار انه ما مدد مع الهلال. روايات. ترى الموضوع ما يبغى له شيء، الاوراق موجوده، اللوائح موجوده، والناس تداوم الله لا يهينها، يوم خذ الاوراق وشف اللوائح وطبق القانون. اذا انت تبغى هذا الدوري يكون دوري محترم وتصان فيه الحقوق والقوانين، تبغون تخلونها سوالف؟ تبغون تخلونها والله الهلال والنصر دولي ما نقدر عليهم؟ علمونا وتتقفل السالفة. بس اللي صار بالأمس بصراحة شيء مضحك، لا من الهلال ولا من النصر. احنا نبغى الغلطان، نبغى الغلطان يشيل الليلة بالكامل بالكامل، وهذه فرصة أمام اتحاد القدم. هذا اللي حنقوله في هالموضوع، وحنقعد كذا ونجلس ونتفرج نشوف وش آخرتها. يعني
بتقعدونها أسبوع، بتقعدونها 10 أيام، بتقعدونها شهرين، بتقعدونها 3 شهور، الحسابة تحسب عليكم أنتم قدام الرأي العام محليا وداخليا يتابعون الدوري السعودي. خذوا قرار وخذوا موقف، وياليت تغلظ العقوبة سواء على النصر أو على الهلال عشان يكون عبرة، ما حد يسوي ذا الحركات اللي صارت أمس بالليل. ما في ناديين عندنا يقدرون يسوون ذا الحركات إلا الهلال والنصر، ولازم يعرفون في قوانين وفي لوائح. الغلطان يشيل الليلة يا اتحاد القدم.